يهمني فيرمينيو. كمان اسالك على المواجهه الفنيه خارج الخطوط، يعني بالتاكيد انت يعني في حدود معلوماتي انك واجهت قبل كده بيتسو موسيماني لما كان مدير فني لسان داونز وكنت انت بتتولى مسؤوليه الكايزر تشيفز. عايز اعرف ازاي بتشوف المواجهه خارج الخطوط ما بين بيتسو موسيماني مدرب او مدير فني النادي الاهلي وما بين ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز. بيتسو موسيماني رجل حكيم، كما يقولون في عالم الكرة يعلم كيف يفوز بالمباريات. أنا لعبت قدام بيتسو موسيماني خارج الخطوط، هو هادئ ولكن هو ثعلب مكار، يضع سيناريو للمباراة دائما خلال المباراة، وهذا لن يتوفر في أي مدرب. بيتسو موسيماني من نوعية المدربين الذين يقومون بدراسة الخصم جيد جدا. أعتقد أن الأهلي محظوظ بالتعاقد مع موسيماني وموسيماني محظوظ بالتعاقد مع الأهلي. طيب خليني أسألك على كايزر تشيفز، وبما أنك تابعت المشوار الفريق على مدار البطولة، في تقديري الشخصي أنه كان في تباين كبير جدا في مستوى الفريق، ماتشات بيقدم فيها مستوى جيد ومردود جيد، ماتشات تانية بيتلقى فيها هزائم ثقيلة جدا زي الخسارة اللي تعرض ليها مثلا أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0، وكاد سيمبا أن يقصي أساسا كايزر تشيفز خارج البطولة. من وجهة نظرك إيه هي أهم نقاط القوة ونقاط الضعف في فرقة كايزر تشيفز؟ كايزر تشيفز لديه بعض النقاط القوية جدا، لديهم نولكوفيتش وكاسترو ومانياما، هم أفضل اللاعبين لدى الفريق الجنوب أفريقي. هناك لعيب بيليات قد يلحق النهائي أم لا، لكن خامات بيليات قد يكون خسارة كبيرة لكايزر تشيفز إذا لم يقوم بلعب النهائي، وسيكون مكسب للنادي الأهلي. الأمور في جنوب أفريقيا تقول أن بيليات لم يتعافى حتى الآن من الإصابة. كايزر تشيفز لديهم حارس مرمى جيد صاحب قوة بدنية قوية، وأنا أعتقد أن جميع فريق الجنوب أفريقي لديه العديد، يلعبون كرة جماعية ويدافعون عندما يحرزون الأهداف، وهذا شيء أريد أن أحذر الأهلي منه، أن الفريق الجنوب أفريقي يدافع جيدا. وقد رأيتم مباراة كايزر تشيفز أمام الوداد، مباراة العودة في جنوب أفريقيا. الآن ننتقل إلى الأهلي، أنا أتابع الأهلي جيدا. الأهلي لديه حارس مرمى قوي جدا محمد الشناوي، لديه صانع ألعاب خطير محمد أفشة، شريف في الهجوم. الأهلي سوف يحسم الأمور مبكرا، وبدر بنون المغربي المدافع. الأهلي قوي جدا إذا ما قارنا لاعبي الأهلي بلاعبي كايزر تشيفز. طيب.